أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم. عظم الله أجرك سيدي ومولاي يا بقية الله، سيدي أنت المعزى، وأنت المصاب، وأنت أنت تعرف ما جرى على جدك الغريب الشهيد. ورد في تفسير علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه في قضية يعقوب ويوسف، أنه عندما التقى يعقوب بولده يوسف قال يعقوب لابنه: يا بني أخبرني ما فعل بك إخوتك حين أخرجوك من عندي. قال: يا أبت أعفني من ذلك. قال يعقوب: أخبرني ببعضه. فقال يا أبت إنهم لما أدنوني من الجب قالوا: انزع قميصك. فقلت لهم: يا إخوتي اتقوا الله ولا تجردوني. فسلوا علي السكين وقالوا: لئن لم تنزع لنذبحنك. فنزعت القميص وألقوني في الجب عريانا. قال الإمام، الرواية عن الإمام أبي الحسن الهادي صلوات الله عليه،
قال عليه الصلاة والسلام: فشهق يعقوب شهقه وأغمي عليه، فلما أفاق قال: يا بني حدثني كمل. فقال: يا أبتي أسألك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلا أعفيتني فأعفاه. الأب العطوف الرحيم لا يطيق أن يسمع المصائب التي جرت على ولده المحبوب له، أيام عاشوراء أعلم أين ذهب فكرك، أعرف أين جال ذهنك، الله أكبر من صبر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. يعقوب ما تحمل إيذاء ولده، لا قتل ولده، والإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام قتل ولده. يعقوب ما رأى شيئا، سمع هذه الأذية التي جرت على ولده، حسب تعبير الإمام عليه الصلاة والسلام: شهق شهقه وأغمي عليه. الإمام سيد الشهداء ما سمع، رأى. وماذا رأى؟ رأى موتا؟ لا. رأى قتلا؟ لا. فقطعوه بسيوف. من ذاك الولد الذي رأى استشهاده سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بتلك الطريقة المفجعة؟ ذاك الولد هو علي الأكبر. ابحث في الدنيا في التاريخ تجد هكذا ولد في صفاته العظيمة. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى بني هاشم الذين قتلوا بين يديه يقول أنهم ما كان على وجه الأرض لهم شبيه، وعلي الأكبر في بني هاشم مميز. جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم، الصيدي في بأس حمزة، في شجاعة حيدر بأبا الحسين. وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. هكذا ولد. وحب هذا الولد لأبيه وتفانيه في حب أبيه، إخواني سمعتم حتما من الخطباء الكرام أن علي الأكبر شكا إلى أبيه العطش. لماذا شكا إلى أبيه العطش؟
هو يعلم أن أباه ما عنده ماء، كان علي الأكبر يعرف ويعلم جيدا حب أبيه له، فكان يريد أن يخفف ألم مصيبته على أبيه. جاء إلى سيد الشهداء: أبا العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، حتى عندما يرجع ويقتل يستشهد يرى أبوه أنه ارتاح، يخفف ألم المصيب على أبيه، وهذا ما دعا له سيد الشهداء أن لا يمسي حتى يسقى من يد جده صلى الله عليه وآله. والأوضح من ذلك عندما سقط علي الأكبر سلام الله عليه، أول ندائه في تلك اللحظات لا أحد يفكر في غير نفسه، يتبين أن علي الأكبر كل فكره كان مع أبيه. أول نداء: أبا يا حسين عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا، أبا يا حسين أنا ارتحت. يريد أن يخفف على سيد الشهداء في هذه اللحظة، يتذكر ألم المصيبة على قلب الإمام الحسين، يريد أن يخفف هذا الألم. هكذا ولد. الله أكبر من صبر الإمام الحسين، كيف صبر؟ لا تستغرب عندما تسمع من الخطباء أن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في مصيبة علي الأكبر كادت نفسه أن تخرج من شدة المصيبة، ولكنه تصبر. الله أكبر، كيف تصبر؟ الله يعلم. هذا الصبر لا يعرفه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ملائكة السماء تعجبت من صبر الإمام الحسين، كيف تصبر؟ كيف ما مات؟ يعقوب النبي ما كان صبره قليلا، نبي من الأنبياء، من أصبر الناس، ما تحمل أن يسمع أغمي عليه. عاشوراء، عاشوراء، وما أدراك ما عاشوراء. إحياء عاشوراء، إقامة شعائر عاشوراء في أيام عاشوراء وفي غيرها من الأيام، إقامة الشعائر الحسينية المقدسة. من الواجبات وجوبا شرعيا، طبعا مصاديق هذا الواجب كثيرة، الشعائر الحسينية كلها مصاديق لإقامة عاشوراء، لإحياء عاشوراء، لتذكير، للتذكير بعاشوراء. لماذا؟ هذا الوجوب لجهات وجهات. اليوم أريد أن أذكر لكم جهة واحدة. وهي أن الشعائر الحسينية المقدسة من النعم الكبرى، من النعم العظمى. هذه الشعائر عظمة فوائدها، عظمة هذه النعم تجعلها في المصاف الأول، في المصاف المقدم من نعم الله سبحانه وتعالى. النعم ينقسم الناس في التعامل معها إلى صنفين: الشخص إما يكون شاكرا للنعمة أو يكون كافرا بالنعمة. هذه النعمة
التي هي من النعم الكبيرة العظيمة، كيف يتعامل الناس معها؟ بالشكر أم بكفر النعمة؟ أما الحكومات فأغسل يدك منها، تكفر بهذه النعمة أيما كفران. بدرجة عالية شديدة من كفران النعمة يكفرون بهذه النعمة. القضايا سالكة، القضايا طبيعية، بمجرد أن تصل القضية إلى الشعائر الحسينية يظهر ذلك الوجه القبيح للحكومات، حتى الحكومات التي تدعي أنها شيعية. انسى وضع الحكومات أصلاً، الحكومات وضعها وضع تعيس جدا في كفران النعمة في أسوأ الدرجات، انساها أصلا، لا علينا بها، هذا داب الحكومات. طبعا عندهم مشكلة مع سيد الشهداء، عندهم مشكلة، عندهم حساسية، حكة حكة في القلوب، لا علينا بهم. المشكلة أن بعضنا، لا بعض الناس غير الحكومات، الناس العاديين، القضايا تصل عنده إلى الشعائر الحسينية يتغير، يمنع، يؤذي، على الأقل بلسانه يؤذي. هذه الشعائر الحسينية رفعت راس، هذه الشعائر الحسينية الله يعلم عظمتها، الشعائر الحسينية جدا جدا عظيمة. إخواني نحن ولله الحمد ببركة نشأتنا في أجواء الشعائر الحسينية المقدسة أصبحت هذه الشعائر عندنا إلى حد ما عادية، هي حقا عظيمة، شيء عند البشر، شيء كبير جدا. إخواني أنا شخصيا قرأت قبل أشهر، لعله قبل 6 أشهر أكثر أقل، خبر في موقع إخباري عالمي من المواقع الإخبارية المشهورة عالميا، خبر في الصفحة الرئيسية أنه في البلد الفلاني، طبعا الموقع الإخباري موقع إخباري أمريكي، القضية حدثت في أوروبا في بلد آخر، في المدينة الفلانية مائدة عشاء ضخمة طويلة. كم طول هذه المائدة؟ ضخمة، كلمة ضخمة، كم طول هذه المائدة؟ 400 متر. طاولات عند بعض، مجموعة طاولات، عشرات الطاولات بمسافة 400 متر. الله، حدث كبير. هذا أقل من إطعام وجبة واحدة من موكب عادي من مئات المواكب المنتهية إلى كربلاء في أيام 40، أليس كذلك؟ كم شخصا يجلس على هذه المائدة الضخمة 400 متر؟ كم شخص يجلس؟ أنت أفرض كل شخص يأخذ حجز نصف متر فرضا، وعادة أكثر مع الكرسي مع الكذا، أفرض كل شخص يأخذ حجز نصف متر، يعني في هذا الطرف من الطاولات 800 شخص، في الطرف الآخر 800 شخص، 1600 شخص فقط. هذا أقل من وجبة واحدة، لا أقول المواكب الكبيرة، المواكب الكبيرة بعشرات الآلاف، لا المواكب العادية، هذا أقل من وجبة واحدة لموكب عادي. واللطيف في الخبر أن هذا الطعام ما كان مجانا، كل واحد اشترى الشيء الذي كان يريد وجلس على هذه الطاولات فقط. مائدة عشاء ضخمة يسمونها،
ثم ما هو مضمون هذه المائدة؟ مائدة عشاء ضخمة 400 متر، الله أكبر. ما هو مضمونها؟ لا مضمون أصلا. هذه هذا الاجتماع يحمل شيئا مقدسا؟ لا. يحمل شيئا إنسانيا؟ لا، مجرد اجتماع فقط لا أكثر. هكذا يضخمون في الصفحة أنا قرأت في الصفحة الرئيسية لموقعهم العربي، طبعا مع أن الحدث لم يحدث في البلاد العربية، في أوروبا لا يرتبط بنا، مع ذلك هكذا تضخيم خبر. مثلا ما يقارب من 1600 شخص، والشباب المؤمنون في أيام عشرة، في هذه الأيام العشرة، في هذه الليالي العشرة، كم من الطعام يوزع على حب سيد الشهداء فقط في بلد صغير مثل الكويت؟ بلد صغير، لا عليك بالبلاد الكبيرة، لا هذا البلد الصغير، كم وجبة توزع فقط في العشرة أيام؟ الله العالم. بعض الحسينيات في يوم واحد يوزعون 30,000 40,000 أكثر أقل وجبات. ذاك العمل يضخمونه، ونحن مجموعة من الشباب المؤمنين توزيع طعام جيد نظيف مرتب لذيذ مجانا حبا لسيد الشهداء. يعني العمل أعظم، العمل أكبر، العمل أقدس، العمل له مضمون. هذا المضمون مضمون إلهي، مضمون إسلامي، مضمون إنساني. القضية عندما ترتبط بالإمام الحسين شيء حسيني، هذا له مضمون إنساني أيضا. الإمام الحسين مظلوم، الدفاع عن المظلوم مضمون إنساني، يعني عمل مقدس مع قطع النظر عن كونه إسلاميا وإلهيا. ونحن هكذا نتعامل معه، هذا يمنع ذاك يؤذي، على ماذا؟ هم يتعبون، هم يرهقون أنفسهم، وهم مسرورون على أداء هذه الخدمة، هم ممنونون لسيد الشهداء، وهم خجلون من سيد الشهداء صلوات الله عليه. هذا يمنع؟ إن لم يمنع، إن لم يؤذي، على الأقل يمر مرور الكرام، ليس مهما. هذا كفران النعمة. إخواني الآية المباركة جدا واضحة، جعلت الناس صنفين لا ثالث لهما، ما عندنا صنف ثالث. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن لم تكن شاكرا للنعمة فأنت كافر بالنعمة. الذي يمر مرور الكرام، الذي لا يهمه، هذا شاكر للنعمة؟ قطعا لا. فإذن في أي خانة؟ في خانة الكفر. آية ثانية، إما تلك أوضح، إما شاكرا وإما كفورا، لا يوجد صنف ثالث. الذي ليس شاكرا فهو كفور. هذه النعمة الكبيرة تتمكن، أقمها، أقم جانبا منها، من هذه الشعار المقدس. لا تتمكن أن تقيم لأي سبب، ادعمهم. لا تتمكن أن تدعمهم لأي سبب، على الأقل شجعهم بكلمة، قف معهم بكلمة. يا أخي ذاك أيضا لا تريد أن تفعله، على الأقل في قلبك أحب عملهم، أيدهم في قلبك على الأقل، كن بجنبهم في قلبك على الأقل. أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الشعائر، أننا نعيش في مجتمعات هذه الشعائر موجودة. أشكر الله سبحانه وتعالى، بينك وبين الله لا تريد أن تشجعهم لأي سبب. نعمة، هذه النعمة تحتاج إلى شكر. حاشا أن يقاس بقضية سيد الشهداء قضية أيا كانت. إذا كانت عندي أنا قضية شخصية، شخص من أحبابي كان سيد الشهداء حبيبنا كلنا،
لا أقول لو شخص من أقاربي القريبين كان قد صنع به عشر معشار هذا العمل، ثم رأيت أناسا يقفون له، يحيون ذكراه، يطعمون الطعام باسمه، ماذا كنت أصنع؟ ألا كنت من الداخل أفرح أن هؤلاء وقفوا؟ ألا كنت أشجع؟ ألا كنت أقف لهم؟ هذا سيد الشهداء حبيب الله سبحانه وتعالى، وأصيب بهذه المصيبة، أناس يقفون له يريدون أن يحيوا ذكراه، قف لهم، ساعدهم. السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته، السلام على من أطاع الله في سره وعلانيته، السلام على من جعل الشفاء في تربته، السلام على من جعل السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على من الأئمة من ذريته، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على ابن فاطمة الزهراء، السلام على ابن خديجة الكبرى، السلام على ابن سدرة المنتهى، السلام على ابن جنة المأوى، السلام على ابن زمزم والصفا، السلام على المرمل بالدماء، السلام على المهتوك الخباء، السلام على خامس أصحاب الكساء، السلام على غريب الغرباء، السلام على شهيد الشهداء، السلام على قتيل الأدعياء، السلام على ساكن كربلاء، السلام على من بكته ملائكة السماء، مقاطع هذه مقاطع من زيارة الناحية المقدسة التي يزار بها سيد الشهداء في يوم عاشوراء. عظم الله أجورنا بمصابنا بسيدنا ومولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين العظيم الغريب الشهيد. جعلنا الله سبحانه وتعالى من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق الحسين، بمظلومية الحسين، بدم الحسين الطاهر، بأهل بيت الحسين، بأصحاب الحسين، بأطفال الحسين، اللهم عجل فرج مهدي آل محمد.